معكم خان محمد عبد الباسط من ذوي الاحتياجات الخاصة 100%، إعاقة 100%، 27 سنة. كنت نقرأ كومة قرايتي تخصص السياحة، كنت نخلص عادي. بعد صراو لي كل هما كل عام يديروا التحقيق فيما يخص المنحة والإعاقة، اسكو هل راني حي ولا ميت. هاد العام داروا تحقيق، ما داروش بلي داروا، ما طلعوش للدار، حبسوه في انسكم في الطابق السادس، حبسوه في الثاني. بعد هضروا مع واحد معايا باش يكون مازال سينيا بلي الورقة بلي راني متوفي. من بعد حبسوا لي عندي 17 ملي حبسوا لي كلش، لا منحة لا والو، حتى حاجة ما حبس، مازال ما داروا والو. وزيد فيما يخص الكرسي المتحرك كهربائي، كل ما نروح ندير ملف ما يقبلوا ليش الدوسي. زيد بعد كتبوا لي لا ينتمي للفئة المعنية، الفئة المعنية ما فهمتش واش من الفئة المعنية اللي مازال لي ينتمي ليها. ودرت الدوسي في لونا، في عامين وانا نستنى ما كان والو. 100% رحت البلدية، عودت ملف من الأول، عاودوا سجلوني من قد علاقة الحياة، بصح لحد الآن مازال ما كان والو. لكن في مديرية الضمان الاجتماعي مازال ما جاوبونيش كامل. من المديرية الضمان الاجتماعي أن يشوفوا المنحة ديالي، عاودوا يرجعوها لي في أقرب وقت إن شاء الله. نسحق، لأن نسحقها بزاف.